في السنين الأخيرة ظهرت دعاوي بتنسب بناء الأهرامات لسكان أطلانتس الأسطورية أو للفضائيين، وفي ادعاءات تانية بتنسبها لليهود والعبيد، فكان لازم رد من علماء الآثار في المحافل الرسمية لصد كل الادعاءات دي، واستندوا على 4 أدلة مكتشفة بتأكد من وجهة نظرهم إن عمر الأهرامات بيرجع ل 2500 سنة قبل الميلاد، وإنها اتبنت في عصر الأسرات. إيه هي الأدلة دي؟ وإزاي شكك فيها التيار غير الرسمي من الباحثين في الآثار اللي بيأكدوا إن عمر الأهرامات بيرجع لعصور ما قبل الأسرات؟ خليكم معايا. باحثي وعلماء الآثار في المحافل الرسمية لما بيتكلموا عن عمر الأهرامات وفي أي حقبة مصرية تم بنائها بيستندوا دايماً ل4 أدلة كافية من وجهة نظرهم لحسم أي خلاف قائم. الأدلة دي منها مقابر العمال في بناة الأهرام، بردية وادي الجرف، تمثال حمقيون ومهندس الهرم الأكبر، وخرطوشة خوفو داخل الهرم الأكبر، ودي اللي كلمتكم عنها في حلقة سر الهرم الأكبر، وذكرت لكم إن في اتهامات بالتزوير بتوجه لهاورد مكتشف الخرطوش، لكن النهاردة هنضيف معلومات أكتر عن حقيقة خرطوشة خوف استنادا لبحث مصور بعنوان الزمن الاول للمهندس احمد عدلي في سلسلة تحقيقاته عن الحضارة المفقودة اللي اتكلم فيها باستفاضة اكتر عن خرطوشة خوف، وقال ان خرطوشة خوفه في الهرم الاكبر هي دليل مهم جدا عند علماء الاثار بان خوفه هو صاحب الهرم الاكبر، لان ده الهرم الوحيد اللي ظهرت فيه نقوش، وان باقي الاهرامات الضخمة انعدمت فيها النقوش وتم الاستدلال على اصحابها عن طريق اقرب اثر ليهم، بداية من هرم ميدوم لاهرامات دهشور وابو رواش واهرامات الجيزة. كل دي أهرامات من غير نقوش تم نسبها للأسرة الرابعة بسبب الحصول على نقش محيط للأثر. وعلى سبيل المثال هرم خفرع ما توجدش فيه خرطوشة خفرع، لكن وجدت الخرطوشة بجانب الهرم في حجر غير تابع للأهرام، لكن الهرم الوحيد من الأهرامات العملاقة اللي لقوا بداخله رسم هو الهرم الأكبر. لكن رغم كده خوفو لم ينحت في عصره أي تماثيل، يعني كل التماثيل المنحوتة لخوفو اتنحتت بعد عصره، وده خلى أوجست ماريت عالم المصريات الفرنسي واللي أسس المتحف المصري في القاهرة يطلع بفرضية ان خوفو حرم صناعة التماثيل في عصره، لكن الكلام ده مجرد افتراض، ده كمان اسم خوفو ما تذكرش في معظم القوائم الملكية سواء بردية تورين او قوائم ملوك الكرنك، حتى المؤرخ الاغريقي هيرودوت ذكر خفرع ومنكورع باليونانية شيفرن ومنكريوس وما ذكرش خوفو، لكن ذكر بدل منه اسم كيوبس، وفي قوائم مانيتون اتذكر بدل من خوفو واحد اسمه سوفيس، اما في قائمة الملوك بأبيدوس لما اتذكر اسم خوفو اتكتب غلط فاصبح ينطق فورع، يعني في كل القوائم دي ما تذكرش باسم المعروف لنا اللي هو خوفو، واسم خوفو معناه في اللغة المصرية القديمة هو يحميني أو جل جلاله، يعني خوفو لقب مش اسم ملك. والدكتور أحمد فخري عالم المصريات ذكر إن اسم خوفو تحول إلى تميمة قوية بمعنى تحول إلى لقب، لكن هنا علماء الآثار ردوا على الكلام ده وقالوا إن خوفو ذكر في لوحة الملوك بسقارة، وكمان اسمه موجود في ألقاب بعض الموظفين اللي عصروا خوفو، لكن برضو زي ملك بحجم خوفو باني بناء ضخم بالشكل ده يتم تجاهل اسمه في معظم قوائم الملوك المهمة. هترد وتقولي طب ما هو اسمه موجودة في خرطوشة الهرم الأكبر، وده هيخليني أسترجع معاك قصة اكتشاف هاورد لخرطوشة خوفو في الهرم الأكبر. الهرم الأكبر بيحتوي على 5 غرف جرانيتية بتعرف في المراجع بغرف تخفيف الأحمال، وفي سنة 1837 جه لمصر ضابط بريطاني اسمه ريتشارد ويليام هاورد، كان مهندس وسياسي وعالم مصريات، وكان أول شخص يستعمل البارود في تفجير الممر والتنقيب داخل الأهرامات وفي جسم أبو الهول، وكان الهدف هنا هو الحصول على الكنوز وصناعة مجد شخصي بعيدا عن البحث العلمي والدراسات. وأثناء التنقيب في الهرم الأكبر عثر هاورد في الغرفة العلوية على عدة خراطيش للملك خوفو، عليها جدل ما زال مستمر حتى الآن، لأن في سنة 1980 ظهر مؤرخ روسي اسمه زكريا سيتشن كتب كتاب اسمه Stairway to Heaven أو سلم صاعد إلى السماء، واتهم هاورد مباشرة بتزوير أسماء خوفو داخل الهرم، وان هو اللي كتبها بنفسه في الحجرات عشان ينسب لنفسه اكتشاف ومجد شخصي، وان الاثريين الانجليز احتضنوا موضوع خرطوشة خوفو من غير ما يحاولوا يتاكدوا اذا كانت صحيحه او مزيفه. وبعده ظهر مهندس اسكتلندي اسمه سكوت وكمل بحث بخصوص قصه التزييف ونشر كتاب اسمه خدعه الهرم الاكبر. وهنا النقط اللي استندوا عليها هما الاثنين في اتهام هاورد بالتزييف ان الخراطيش اللي عثر عليها هاورد وجدت فقط في الغرف اللي هو فتحها، اما الغرفه الاولى واللي اكتشفت سنة
سنة 1765 عن طريق المستكشف الإنجليزي ناتاليا دافيسون، فلم يعثر فيها على أي خراطيش، بالإضافة إن الهرم كله ما تمش العثور فيه على أي نقوش. إشمعنى الغرف اللي دخلها هوارد هي اللي لقينا فيها بس أسماء خوف؟ ثانياً الخراطيش مش منقوشة على حجر، لكن هي مجرد كتابة بلون أحمر، وحسب كلام المراجع فإن الهرم رمز الخلود والأبدية، فإزاي الملك استثمر مبالغ ضخمة من موارد الدولة في بناء بالعظمة دي من أجل الخلود والأبدية، لكن في نفس الوقت بيتم تدوين اسمه بالشكل المتواضع البدائي ده، لدرجة إن أي شخص ممكن يزيل اسم خوفو بسهولة كده، وده طبعاً بيتعارض مع فكرة الأبدية. ليه ما تمش تدوين اسم الملك خوفو بشكل لائق، رغم إن أولاده وبناته اتكتب أسمائهم في مقابرهم بشكل لائق ومزخرف؟ كمان أخطاء الكتابة في غرفة خوفو، والأخطاء دي بتأكد يا إما هوارد زورها فعلاً، ونتيجة لإن سنة 1837 ما كانتش مصادر الهيروغليفية كتير، فحصل أخطاء في الكتابة، أو إن اللي كتب الكتابات دي هم عمال المحاجر، ونتيجة لإن الكتابة مش هي شغلتهم الأساسية ومش محترفين في الكتابة، فغلطوا كل الغلطات دي. ومن الأدلة اللي استندوا عليها في قصة تزوير هوارد إنه ألف كتاب اسمه العمليات الجارية في أهرامات الجيزة عن نتائج الحفر، وده كتاب معروف ومشهور له. لكن بجانب الكتاب ده وأثناء الحفائر، هوارد كان بيكتب يومياته والتفاصيل الصغيرة في مسودة ما كانتش معدة للنشر، والمسودة دي موجود منها نسخ في المتحف البريطاني ومؤسسات تانية تحت اسم هوارد جورنال، وفيها تفاصيل مهمة. والنقطة اللي لفتت نظر سيتشن إن هوارد قال إنه عثر على خرطوشة خوفو، لكن لما رسمها في مذكراته رسمها غلط كذا مرة، والاستنتاج هنا إن هوارد كان معاه ورقة بينقل منها، وده بيفسر الأخطاء الكتيرة اللي حصلت في الكتابة على الجدران. وفي جملة كتبها هوارد بإيده بتقول: غرفة كامبل 27 مايو 1837، إلى رافيل وهيل اللي هم المساعدين بتوعه، هذه علاماتي من الخرطوش لتنقش على أي سطح. وده أمر من هوارد للمساعدين بتوعه إن هم يقوموا في غرفة كامبل اللي هي الغرفة الخامسة بكتابة خرطوشة خوفو على أي سطح. الكلام ده كان كتبه بنفسه في مسوداته اللي ما كانش متخيل إنها ممكن تتنشر. وفي سنة 1997 جراهام هانكوك الكاتب والباحث في الحضارات القديمة كان مقتنع تماما إن خرطوشة خوفو غير صحيح، وأثناء زيارته لمصر أخذ تصريح لمدة يوم كامل من دكتور زاهي حواس داخل الغرف الخامسة بالهرم الأكبر، وقال في كتابه بصمات الإله: لم يكن علي قيود، وأعطيت الوقت الكافي لدراسات العلامات تحت الإضاءة القوية، لا يمكن أن يصل التزييف إلى خلف تلك الأحجار التي تزن عشرات الأطنان، الحل الوحيد أنها وضعت قبل بدء البناء. وبكده من وجهة نظر جراهام إن من غير المعقول إن هوارد يكون حرك الصخر الضخم ده عشان يحط علامات حمراء خلفها ويثبت اكتشافه، وبكده ده دليل قوي إن الخرطوشة مش مزورة. واعتقدوا بعدها إن الباب أغلق في النقطة دي، لكن المهندس الإسكتلندي سكوت سأل جراهام إذا كان في علامات من اللي مكتوبة ورا الأحجار باسم خوفو ولا هي مجرد علامات. فرد جراهام وقال له: مفيش ولا مرة اسم خوفو كان خلف الأحجار بشكل لا يمكن الوصول إليه، لكنها كانت موجودة في أماكن مكشوفة أو في أماكن يسهل الوصول إليها، وبكده ممكن تكون اتكتبت مش وقت بناء الهرم. وهنا الحل أو الوسيلة المتاحة عشان تحسم الجدل ده هتكون عند وزارة الآثار، إنها تاخد عينات من جميع الغرف سواء اللي خلف الجدران أو اللي موجودة في الأسقف، وتعمل لها تحليل بكربون 14 عشان نتوصل للعمر الحقيقي للأهرامات. في أوائل التسعينات قام العمال بقيادة الدكتور زاهي حواس بالتنقيب في منطقة هضبة الجيزة، فتم الكشف عن مجموعة من المقابر. احتوت المقابر دي على مجموعة من الأواني والفخاريات والأدوات البسيطة، واحتوت كمان على هياكل عظمية. ولما تعمل فحص طبي على بعض الهياكل لقوا إنها بتعاني من آلام في العمود الفقري، واستنتجوا إن ده بسبب مجهود رفع الأحجار، وتم تسجيل الكشف رسميا باسم مقابر العمال بناة الأهرام، وإنه أهم كشف في القرن العشرين. ورغم مرور 30 سنة على الكشف ده، إلا أنه حتى اليوم لم يتم فتحها رسميا للجمهور، ولازم تصريح خاص. طبعا مفيش خلاف أن دي مقابر العمال، لكن هنا إيه اللي يثبت أنها مقابر العمال بناة الأهرام؟ لأن في أبنية كتير اتبنت على هضبة الجيزة بعد الأهرامات، فقدروا إزاي يربطوها ببناء الأهرام؟ وفي فصل كامل مخصص في كتاب جيزة للدكتور زاهي حواس بيتكلم فيه عن المقابر، وذكر ألقاب لبعض المسؤولين في المقابر دي، زي كبير الصناع، كبير الطهاة، المسؤول عن المزارع، ورشة العمال، مفتش المقبرة، ومسؤول أعمال الملك. وكل الألقاب المختلفة دي كانت موجودة في المقابر، لكن لو لاحظنا إن الألقاب دي شائعة جدا ومفيش ربط مع اسم ملك زي خوفو مثلا، أو ربط الألقاب دي بالهرم عشان يبان إن العمال دول عصروا الهرم. أما بقى الجزء الخاص بتأريخ مقابر العمال وفي حقبة أي ملك، فدكتور زاهي حواس بيقول: من المؤسف إن اسم الملك لم يذكر في النقوش على الحجر الجيري فوق باب مقبرة نيسو ويسر، فلسنا متأكدين أي ملك الذي قام بخدمتهم وفي أي عصر.
فالجميع حمل لقب مسؤول أعمال الملك من الأسرة الخمسة وما بعدها، والكلام ده في كل المقابر اللي اكتشفت، ولم نجد ذكر لاسم الملك، وليس هناك ربط مع الهرم. اللقب الوحيد اللي ذكره دكتور زاهي حواس لقب المشرف على أعمال جانب الهرم في مقبرة لشخص اسمه نيفرسيس، لكن في كتاب آخر باسم المرأة في مصر الفرعونية للدكتور زاهي حواس ذكر إن الشخص اللي حاز باللقب ده كان يعمل بأعمال الصيانة للمنشآت الملكية المجاورة، إذن هو شخص مسؤول عن الصيانة والترميم وليس البناء، والشخص ده عاصر الأسرة الخمسة. وبكده مفيش ربط واضح بين مقابر العمال والأهرامات أو بين مقابر العمال وملوك الأسرة الرابعة، والمذكور فقط إن عمال المقابر دي قاموا بعمل صيانة أو ترميمات، ومفيش ربط واضح صريح بوظيفة بناء الأهرامات. ده بالنسبة للدليل الخاص بمقابر العمال اللي بيستند عليه الأثريين لتأريخ إن 2500 قبل الميلاد هو عمر الأهرامات. وكمان من الأدلة اللي بتأكد الكلام ده هي برديات وادي الجرف اللي عثر عليها سنة 2013 خلال حفريات بعثة مصرية فرنسية قرب الشاطئ الغربي لخليج السويس، وتحت عنوان يوميات مفتش اسمه ميرر اللي كتب 3 شهور عن حياته الوظيفية للإشراف على فريق بيضم حوالي 40 من العمال المصريين. وبتحكي البردية عن كيفية نقل الأحجار من منطقة ترى إلى الجيزة، وأبرزت كل الصحف خبر البردية وإنها أهم كشف أثري، وإنها كشفت عن طريقة بناء هرم خوفو، وتم وصفها بإنها الاكتشاف الأعظم في القرن 21، وإنه كشف يفوق في عظمته كشف مقبرة توت عنخ آمون. والبرديات اللي بيتم تسليط الضوء عليها صحفيا هم ألف وباء وعبارة عن 3 صفحات واترجمت لعدة لغات، لكن لو تجاهلنا كلام الصحف عن البردية وقرينا النص الأصلي هنلاحظ كلام مختلف. أولا البردية ما ذكرتش الغرض من تجميع الأحجار، وارد جدا يكون تجميع الحجارة لكذا سبب، ليه الإصرار إن الغرض كان من أجل الهرم الأكبر؟ والنقطة التانية بقى إن البردية ما ذكرتش حجم الأحجار ولا وزنها ولا حتى عددها، وبكده صعب جدا تحديد إذا كانت الأحجار لكساء الهرم فعلا أو علشان أي أبنية تانية على الهضبة، لأن هضبة الجيزة كان عليها مشاريع كتير أقيمت في عهد الدولة الحديثة. وهنا اللبس ده حصل بسبب إن البردية ذكرت مكان اسمه آخد خوفو، والأثريين قرروا إن آخد خوفو هو الهرم الأكبر، فتم اعتبار إن البردية بتتكلم عن بناء الهرم الأكبر. لكن لو ركزنا هنلاقي إن البردية بتتكلم عن آخد خوفو كأنه موقع أو مدينة. فمثلا ذكرت البردية إن فريق العمل قام بالإنشاء نحو آخد خوفو، والرسوم عند آخد خوفو، وقضاء الليل في آخد خوفو، وبيظهر بشكل واضح إن آخد خوفو مش هو الهرم لكن موقع أو مدينة للأعمال الإنشائية، واللي هي منطقة هضبة الجيزة واللي حواليها. وده اللي ذكرته قواميس اللغة، إن آخد خوفو هي المدينة الهرمية. وهنا ليه تنسب الأحجار لبناء الهرم؟ البردية بتتكلم عن يوميات فرق العمالة المصرية بشكل عام، ليه تستخدم في الاستدلال على كيفية بناء الهرم؟ مقابر العمال وبردية وادي الجرف هي اكتشافات أثرية تم تضخيمها وتحويلها إلى اكتشافات دعائية للرد على المشككين. وكمان هنا بقى تمثال حم إيونو، لو فتحت أي مرجع عن الأهرامات هتلاقيها بتتكلم عن شخص اسمه حم إيونو وزير الملك خوفو والمصمم المعماري للهرم الأكبر. تمثال حم إيونو عثر عليه سنة 1912 في مصطبة رقمها G4000، وترمم التمثال واتنقل لمتحف هالدزهايم في ألمانيا. والغريبة هنا إن علامة الهرم اللي هي كلمة مر مش مكتوبة على التمثال وما تذكرش اسم خوفو عليها، ونفس الكلام في نقوش المصطبة كلها، لا فيها رمز الهرم ولا فيها اسم خوفو. طب على أي أساس اعتبرت المراجع إن حم إيونو هو وزير خوفو والمصمم المعماري للهرم الأكبر؟ ترجمة النصوص على قاعدة التمثال وبقايا الجداريات اللي موجودة كانت عبارة عن بعض الألقاب زي الوزير الحاكم، حامل أختام مصر السفلي، مسؤول كل أعمال الملك، الكاتب الملكي، المشرف على تصميم السفن، أحد النخبة عظيم الخمسة في معبد جحودي. وفضل اللقب الأهم مش موجود، ومفيش أي ذكر للهرم، ومش عارفين حتى حم إيونو عاصر أي ملك من الملوك. هنا هتسألني طب ليه المراجع ربطه بالهرم الأكبر؟ هقولك أولا لأن تمثال حم إيونو عثر عليه في أكبر مصطبة في هضبة الجيزة، فبقى الاستنتاج مصطبة كبيرة يعني منزلة كبيرة، يبقى هو ده اللي عمل الهرم الأكبر. وده طبعا مش شرط، لأن مثلا كان في ملك ضعيف من الدولة الحديثة اسمه سبتاح اتدفن في مقبرة عظيمة لا تتناسب مع أعماله القليلة. وثانيا إن بعض الناس بتستند على الجملة الموجودة في تمثاله إنه المسؤول عن كل أعمال الملك، لكن اللقب ده أو الكلمة دي شائعة جدا وناس كتير قوي حصلت عليها، ولو كان حم إيونو هو مهندس الهرم الأكبر لكان سجلها على تمثاله باعتبار إن ده أقوى عمل في سيرته الذاتية. زي كده الملك حطب من الدولة الوسطى كاتب على تمثاله إنه مسؤول هرم تيتي، وده أقدم منه بحوالي 600 سنة. وأخيرا بقى مفيش رابط واحد بين حم إيونو وبين الهرم الأكبر أو بين حم إيونو وخوفو، واللي تقدم في المراجع هي مجرد استنتاجات اتحولت لثوابت رسخ. وأنا هنا بأكد إن الجدل والمناقشة دي مش تشكيك في مصرية الأهرامات إطلاقاً،
لكن من أجل البحث عن أدلة قوية تؤكد العمر الحقيقي للأهرامات وفي أي حقبة زمنية اتبنت على إيد مصريين، لأن كل ما كانت الأدلة المستندة عليها ضعيفة يبقى سهل إنها تنهار وبالتالي تنهار الفكرة كلها.